أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المفتوحة لتطورات الأحداث سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية إنما تتمثل في وقف نزيف الدماء في قطاع غزة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وكذلك تجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في القطاع، مشددا على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع في قطاع غزة. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة منذ اللحظة الأولى، وذلك من خلال فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية وتخصيص مطار العريش لاستقبال مختلف المساعدات من دول العالم، فضلا عن وقوفها ضد محاولات تهجير الفلسطينيين قسرا. ينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ نجلاء، أهلا وسهلا. دكتور حسن، يعني كيف تبعت ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عبر الفيديو كونفرنس التي ألقاها عبر الفيديو كونفرنس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس من أجل بحث التطورات في قطاع غزة؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه يعني الكلمه اللي القاها الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس في يعني المؤتمر الاستثنائي للبريكس كانت محدده لثوابت الموقف المصري من العدوان على غزه. نعم. ويمكن ده كان واضح منذ اللحظه الاولى، وهو تاكيد على هذا الموقف بثوابته التي لم تتغير، بل على العكس ازدادت صمودا، خصوصا يعني النقطه الاولى وهي ضروره الوقف الفوري والتام لاطلاق النار. نعم. لانه كما تعلمين يا استاذ نجلاء، احنا داخلين في 45 46 يوم، يعني الاف الشهداء باكثر من 13,000 شهيد يعني فلسطين مدني يسقطون جراء العدوان على يعني سكان قطاع غزه، عندك النهارده تدمير للبنيه التحتيه، عندك استمراريه للخطط الاسرائيليه في تفريغ القطاع من سكانه. وده يمكن مرتبط بالنقطه الاهم التي اكد عليها الرئيس السيسي، وهي رفض فكره تهجير سكان القطاع من أراضيهم. نعم. لا يمكن أبدا مصر توافق لا على تهجيرهم إلى سيناء أو أي أراضي أخرى، لأنه معناه ببساطة شديدة جدا تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحل السياسي له. نعم. الأمر الثاني الحقيقة، وده في غاية الأهمية أيضا ويصب في نفس الاتجاه بالمناسبة، هي فكرة ضرورة إدخال المساعدات التي يحتاجها سكان القطاع وفق الاحتياجات اللي يعني يحصل عليها سكان القطاع، لانه حقيقه ما يدخل من مساعدات قد يكون اقل نتيجه التعنت الاسرائيلي. مصر منذ اليوم الاول تفتح معبر رفح، مصر منذ اليوم الاول تضغط لادخال المساعدات، هناك تعنت اسرائيلي واضح ومستمر علشان يصب في نفس الاتجاه، انه يجعل هذا القطاع غير قابل للحياه. لا. ويجبر الفلسطينيين على الخروج من الشمال الى الجنوب، ثم الضغط على دول الجوار وفي مقدمتها مصر. نعم. دول امرين اساسيين الحقيقه فيما يتعلق بالاوضاع في غزه. الامر اللي بعد كده الحقيقه هي فكره الحل السياسي، لانه هذا الصراع ليس نتيجه ما حدث في 7 من اكتوبر فقط، ولكنه يعود بجذوره الى فكره الاحتلال الاسرائيلي لاراضي عربيه. ويمكن سلطات الاحتلال غير مقتنعه لهذا الامر حتى اللحظه، ومستمره في غيها ومستمره في عدوانها. نعم. مصر تطالب دائما بان يكون هناك حل سياسي على اساس مبدا حل الدولتين، بحيث يتمكن الفلسطينيون من ان هم يقيموا دولتهم على حدود 4 يونيو 67. هنا يبقى حضرتك بدات البدايه الصحيحه والسياسيه. نعم. لتسويه هذا الصراع. نعم. دكتور حسن، يعني يمكن هذا الاجتماع بياتي في وقت حرج جدا، خاصه مع التصعيد الاسرائيلي في الفتره الاخيره واستهداف المستشفيات واستهداف المدارس اللي كانت بتأوي آلاف النازحين، وزي ما شفنا المجازر اللي حصلت يوم السبت الماضي في المدارس اللي بتخص الأونروا. يعني حضرتك شايف إذا وضعنا سيناريو مضاد لمحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، برأيك ما ملامح هذا السيناريو؟ شوفي، أنا عايز أقول لحضرتك إنه يعني ما نشهده
حتى اليوم، حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها يا أستاذة نجلاء، ما نشهده هو حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. ليست المسألة مرتبطة بتدمير قدرات عسكرية لفصيل مسلح من وجهة نظر إسرائيل اللي هو حركة حماس، ولكن المسألة تجاوزت كل الأمور إلى الإبادة الجماعية لتفريغ القطاع من سكانه. وعايز أقول لحضرتك إنه سلطات الاحتلال لن تعدم وسيلة في طرح العديد من المشروعات لإخراج الفلسطينيين، لن تعدم وسيلة، مشروعات كثيرة جدا، سواء بالاتصال بالقيادة المصرية أو سواء بالاتصال بالقيادات الدول المجاورة، ولكن كل هذه المشروعات تتحطم على صخرة الرفض الرسمي والشعبي المصري لعملية التهجير. النهاردة حضرتك شايفة موقف رسمي مصري، موقف شعبي مصري، وأظن أنه جلسة مجلس النواب النهاردة كانت خير شاهد على هذا الأمر، أنه الكل فوض القيادة السياسية في اتخاذ الإجراءات التي تحمي الأمن القومي المصري. الخلاصة أنه لن نعدم أبدا وسيلة من سلطات الاحتلال أنها تضغط على مصر، ولكن في نفس الوقت مصر تصمد أمام هذه الضغوط وتؤكد رفضها التام له رسميا وشعبيا. نعم، يعني حضرتك دكتور حسن ذكرت جلسة مجلس النواب اللي تم الإعلان فيها بشكل قطعي رفض التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة الدخول الأراضي المصرية، ويمكن ده ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أن مصر بترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. يعني اللي حضرتك قلتيه أنا أثمنه تماما، لأنه ما دار في جلسة مجلس النواب كان تأكيدا على ثوابت الموقف المصري، لأنه فكرة التهجير القسري هي ضد قواعد القانون الدولي أولا، الأمر الثاني هي تهدد الأمن القومي لدول الجوار وفي مقدمتها مصر، الأمر الثالث أنها تقوض فكرة الحل السياسي لأنها تفصل ما بين القطاع وبين الضفة الغربية، وبالتالي فكرة حل الدولتين كدولة فلسطينية في لحمة واحدة تضم القطاع وتضم الضفة هتصبح يعني هباء منثورا. لهذا الحقيقة الموقف الرسمي والشعبي المصري الداعم لقرارات القيادة السياسية المصرية والداعم للإجراءات المنفذة على الأرض، مصر تبذل كل جهد لحماية الأمن القومي لها، تبذل أيضا كل جهد لتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة حتى يزداد تمسكهم بأراضيهم ولا يجبرون على تركها. يعني إدخال مزيد من المساعدات الحقيقة يا أستاذ نجلاء هو عامل مهم جدا داعم لفكرة يعني عدم تنفيذ فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. نعم دكتور حسن، يعني ولكن من وجهة نظر حضرتك أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا التوقيت بالذات، وهو توقيت خطير جدا في منعطف القضية الفلسطينية، لأن التصعيد مستمر يعني لم يتوقف، يعني حتى ما يدور حول هدنات إنسانية لثلاثة أيام أو خمسة أيام لم نجد له تنفيذا على أرض الواقع حتى اللحظة، ما زلنا نرى شلال الدم الفلسطيني يراق بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين، زي ما حضرتك أشارتي كده تم استهداف المستشفيات، تم استهداف المدارس، يعني المسألة ولم يتم تحقيق أي هدف من أهداف العملية العسكرية المعلنة من جانب سلطات الاحتلال، يعني لم نجد أبدا يعني الإعلان عن مقتل عنصر من عناصر حماس، لم نجد أبدا فكرة الإفراج عن الأسرى أو الرهائن المحتجزين لدى حماس، كل هذه الأهداف التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال لم تحقق منها شيئا، ما حققته إراقة دماء 13,000 شهيد فلسطيني لا ذنب لهم، والعالم كله الحقيقة وسط مناشدات معلنة ويمكن دعم خفي، ولهذا بيستمر التصعيد الإسرائيلي، عشان كده بيأتي مثل هذه الاجتماعات سواء البريكس أو سواء مجلس النواب لتؤكد مرة أخرى على أنه يجب أن يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإجبار سلطات الاحتلال على وقف نزيف الدم لكل القيم الإنسانية وكل القيم الديمقراطية وكل قيم حقوق الإنسان التي يتشدق بها الأوروبيون، أعتقد أنها سقطت في هذه الحوادث. نعم دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. ينضم إلي أيضا مشاهدينا عبر الهاتف سيادة النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب الوفد. سيادة النائب مساء الخير. مساء النور يا فندم، أنا بس توضيح أنا رئيس حزب العدل. عفوا عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل. سيادة النائب، يعني ونحن نتحدث عن الجلسة التي تمت اليوم في مجلس النواب كان هناك رفض قاطع من جميع النواب وأيضا القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي عن أن مصر خط أحمر وحدود المصرية خط أحمر لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال،
وهذا المخطط الإسرائيلي اللي بتسعى إليه إسرائيل منذ سنوات عديدة لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين، هذا مرفوض رفض تام. كيف تبعت ما جاء في هذه الجلسة من وجهة نظر حضرتك؟ أنا أعتقد الجلسة النهاردة كانت جلسة تاريخية ومهمة جدا، التقت فيها إرادة الشعب الممثلة في نواب الشعب مع موقف الإدارة السياسية والحكومة من رفض كل ما يتعلق بالمخططات التهجير والتوطين لأهل فلسطين وتثبيت القضية الفلسطينية على حساب مصر. أعتقد النهاردة كان مشهد واضح وكانت الرسالة واضحة أن هذه مخططات غير قابلة للتحقق، أن الشعب المصري بمختلف أطيافه معارضة وأغلبية، رجالا ونساء، قوات مسلحة وشعب، الجميع في صف واحد، والمصريين بطبيعتهم وعلى مدار التاريخ حين يقف صف واحد لا يستطيع أحد الوقوف أمامهم، لن نقبل المساس بحدودنا، مع التأكيد على دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني في محنته، مع تأكيد على أهمية قيام دول العالم بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه هذه القضية، وقتل المدنيين العزل الذي نراه على الشاشات يوميا. أعتقد أن النهاردة كل ما يتعلق بقوانين الدولية والعلاقات الدولية والمواثيق أصبحت في اختبار مهم، فإما أنه هذه القوانين فعالة والعالم سيتدخل، وإما أنها ليست فعالة، وبالتالي علينا مراجعة النظام الدولي بأكمله ومنظومة الأمم المتحدة مجلس الأمن برمتها. يعني هل حضرتك سيادة النائب، هل هناك ثمة تحرك مصري دولي لمواجهة هذا المخطط على المستوى الدولي قبل أن تغامر إسرائيل بمفاجآت ربما تكون غير مقبولة في هذا الملف الاستراتيجي الخطير، وتبدأ أي خطوات أحادية هذه الخطوات ربما تشعل المنطقة بشكل كبير؟ أعتقد أنه في هذا الإطار في حاجتين، حاجة الأولانية ما قامت به الدولة المصرية اللي كانت أول من بادر بمؤتمر القاهرة للسلام والقمة العربية التي تلتها في السعودية والقرارات التي نتجت عنها وكم اللقاءات اللي القيادة السياسية وزير خارجية خلال الأسابيع الماضية قاموا بها على مختلف الدوائر. لكن فيما يتعلق بأن إسرائيل ستفاجئ أو لن تفاجئ، يعني أنا رأيي برضو أن الإدارة المصرية وهي طوال تاريخ مصر تتحرك بهدوء وبرسانة، وزي ما هم لدينا مفاجآت أعتقد أن احنا ما زال لدينا مفاجآت، وأعتقد أنه بكل الأحوال يعني لا أنصح إسرائيل ولا من يقف وراءها للقيام بهذه الخطوة، لأنه تأكدوا أنه الشعب المصري وقواته وقيادته لن يقفوا أمام هذا وسيكون الرد قوي وحيد. نعم سيادة النائب، يعني المجلس في جلسته اليوم أيضا جدد التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات لمنع التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية قضيتهم الفلسطينية، يعني برأي حضرتك ما هي التدابير اللي يجب على الدولة أو الحكومة أن تقوم بها لمواجهة هذا المخطط الخطير؟ يعني أنا في رأيي أن التدابير جزء منها ما قامت بها الحكومة بالفعل بين فتح معبر رفح منذ أول أزمة من الجانب المصري بشكل كامل، والمساهمة برغم حالة الاستفزاز الإسرائيلي لمحاولة إدخال أكبر عدد من الشاحنات، مع توفير رعاية طبية للأطفال والجرحى والكبار السن. يعني أعتقد في هذا الإطار إحنا بنتحرك بشكل جيد. جزء من التدابير بقى طبعا تدابير أمنية وسياسية أعتقد هيكون لها ودبلوماسية، هنشوف يعني تحركات فيها على مستوى الأيام القادمة، وكل أحوال احنا جاهزين لكل السيناريوهات. وأعتقد أن الكلام النهارده كان واضح بتاع رئيس الوزراء فيما يتعلق أن مصر جاهزة، وأنه أي تعدي على الحدود المصرية وتعدي على الأراضي المصرية هيكون الرد فيه رد حازم وحازم. نعم، يعني يمكن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية دعت المجتمع الدولي لتشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلا من إرسال الأموال لإعادة الإعمار. برأيك يعني سيادة النائب لماذا تصر إسرائيل على هذا الهدف، وهل المجتمع الدولي هيقبل بذلك؟ يعني أعتقد أنه دي كده زي ما التعبير المصري الدارج بيقول حلاوة روح. احنا امام حزب الليكود، هذا الحزب اللي بزعامة بنيامين نتنياهو والتي تنتمي اليه هذه الوزيرة، فقد شعبيته وبيحاول انه يعني يستهلك
محاولات فشلوا بانه يطلع تصريحات زي دي، لن احد يقبل بذلك، وليس هذا مطروحا، ولم يحدث تاريخيا، ولن يحدث. وانا في رايي انه يعني هذه الامور كلها هي مجرد يعني فرقعات في الهواء. ويعني اعتقد انه الدوله الاسرائيليه اللي يعني بعدد بسيط من المقاومين اتحطت في مأزق تاريخي في 7 اكتوبر، هي يعني يعني اقل قدره بكثير انها تحاول انها تعمل امر زي ده. ويعني اعتقد الرد عليها يكون حاسم. ويعني انا في رايي ان هذه التصريحات لا تستحق حتى عناء الرد عليها. نعم سياده النائب، يعني وزير الخارجيه سامح شكري كان ليه تصريحات قال فيها ان سياسه اسرائيل لمنع دخول المساعدات الى قطاع غزه ربما تكون سياسه ممنهجه بتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادره القطاع نتيجه للقصف وللحصار. يعني كيف وقفت مصر بكل قوة في وجه هذا التخطيط، خاصة ان هي فتحت معبر رفح وكان هناك محاولات عديدة من قبل مصر لدخول المصابين للعلاج داخل المستشفيات المصرية، وايضا ايصال المساعدات اللي بتوجه من قبل الهلال الاحمر المصري او اللي بتأتي من كافة دول العالم للعبور عبر معبر رفح والوصول الى الفلسطينيين؟ يعني اعتقد انه مصر زي ما حضرتك اشرتي لم تتدخل جهدا في هذه المساله. احنا بنتكلم عن 30 دوله ارسلوا مساعدات، مصر لوحدها ارسلت 4 اضعاف المساعدات المرسله من الدوله رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه التي لا تخفي على احد. الشعب المصري بمؤسساته، الدور كمان اللي بتقوم به القوى الناعمه المصريه سواء على مستوى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في توضيح وجهه النظر وما يحدث حقيقه ما يحدث على ارض فلسطين ل العالم الخارجي، وشفنا احرار كثير من العالم بيتضامنوا مع هذه القضيه. اعتقد انه كمان مساله معبر رفح زي ما قلت النهارده في الجلسه، معبر رفح مفتوح من قبل مصر منذ اول لحظه، مصر لم تتخذ جهدا في ذلك، والمنوط به هذا الامر الان هو المجتمع الدولي. اوروبا منوط به هذا المجتمع الدولي، زي ما انت النهارده الاسرائيليين الوزير الاسرائيلي اللي حضرتك اشرتي ليها بتتكلم عن يعني يتم تهجير الفلسطينيين من الخارج، ثم خلاص بقى يبقى كده بقى كل الاتفاقيات لمنع الهجره وبتاع تقف، ونترك بقى الناس تروح لاوروبا، وعلى اوروبا ان تقف تمام مسؤوليتها. هذا لا. امر يتعلق بمستقبل الامن في العالم وفي منطقه الشرق الاوسط والبحر المتوسط بشكل كامل، ولا يمكن الاستمرار ابدا في هذه الممارسات السيئه والغير اخلاقيه من جانب اسرائيل، والتي تضع إنسانية العالم وأخلاقه أمام اختبار كبير. مصر بتقوم بدورها كما يجب، وعلى العالم أن يقوم بدوره كما يجب، وإلا المنطقة هتدخل في حالة من الصراع. أعتقد أنه مش هتكون لمصلحة أي طرف. نعم سيادة النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وينضم إلي مشاهدينا عبر الهاتف أيضا سيادة اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن. سيادة اللواء مساء الخير. يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة اللواء أحمد العوضي. مشاهدينا في جلسة اليوم أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب أن مصر ترفض بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وبتعتبر ذلك تهديدا للأراضي والسيادة المصرية. أضاف في بيان ألقاه أمام مجلس النواب أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات اللي بتضمن حماية وصون حدودها، وحال حدوث أي سيناريو بيستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقا لأحكام القانون الدولي. يعود إلي مرة أخرى عبر الهاتف سيادة اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور، أهلا بك.
سيادة اللواء، يعني نتحدث عن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الإحاطات 16 المقدمة من أعضاء مجلس النواب اليوم حول منع التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، يعني تعليق حضرتك. اليوم طبعا حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب لحضور جلسه تاريخيه هامه تحدثنا فيها عن تداعيات الوضع في القضيه الفلسطينيه وما يجرى من احداث داميه تصل الى حد الاباده الجماعيه لاشقائنا الفلسطينيين. طبعا دي بتعتبر جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الانساني، وللاسف هناك صمت رهيب من المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤوليته، مما يجعل العدو الصهيوني يتمادى في تنفيذ هذه المجال. طبعا موضوع المشروع الخاص او الخطه الخاصه بتهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم الى دول اخرى هذا امر مرفوض، والرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه اعلنت ان موضوع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ده خط أحمر، لأنه يضر بالأمن القومي المصري ويضر بالقضية الفلسطينية ويؤدي بالفعل. سيادة النائب الرئيس السيسي أكد مبكرا أن كارثة التهجير بيعتبرها بتعتبر جريمة حرب متكاملة الأركان. كل ما يتم حاليا في هذه الأحداث منذ 7 أكتوبر حتى الآن جرائم حرب ضد الإنسانية وضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من قتل الأطفال والنساء والمستشفيات، يعني عدد القتلى من الفلسطينيين حتى الآن 14,000 شهيد غير المصابين والجرحى أكثر من 25,000 شهيد حقيقة، 25,000 مصاب حقيقة. ما يجري في غزة يعني أحداث غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية، نظرا للدعم الكبير اللي بتقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل المعتدية على الشعب الفلسطيني الأعزل. حقيقة مصر قدمت وتقدم الكثير من الجهود والمساعدات للشعب الفلسطيني بدءا من إيصال المساعدات، يعني مصر قدمت حجم المساعدات 3 أضعاف ما قدمه المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني من مساعدات، بخلاف طبعا ما يتم من يعني الجرحى والمصابين ودخولهم المستشفيات اللي موجودة في شمال سيناء، بالإضافة إلى جميع مستشفيات مصر جاهزة لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين. نعم سيادة النائب سيادة اللواء، يعني إذا ما وضعنا سيناريو مضاد للمخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، إذا كان هناك سيناريو سياسي وعسكري كيف ستكون تفاصيله ومتى يبدأ من وجهة نظر حضرتك؟ يعني مصر ترفض هذا الموضوع والقيادة السياسية أعلنت هذا الكلام. نعم. وهناك إجراءات تتخذها الدولة المصرية في سبيل منع يعني التهجير الفلسطينيين من أراضيهم. نعم. ويمكن المجتمع الدولي بدأ يعني كان مقتنع بالمخطط الإسرائيلي في أن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم إلى مصر والأردن. نعم. ولكن طبعا نظرا للقاءات والقيادة السياسية والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدت مع يعني وزراء خارجية دول كثيرة، أصبح المجتمع الدولي الآن ينادي بأنه يرفض موضوع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، لأن ده ضد الإنسانية وضد كل القوانين ويعني القانون الدولي الإنساني وضد جميع القوانين التي أقرتها الأمم المتحدة. نعم في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أيضا أمام مجلس النواب أكد أن هناك أن مصر لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات اللي بتضمن حماية وصون حدودها، وفي حالة حدوث أي سيناريو مختلف يستهدف نزوح الفلسطينيين أو محاولة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة سيكون لمصر حق الرد وفقا لأحكام القانون الدولي. سيادة اللواء، ما الذي ينص عليه القانون الدولي في هذا الصدد؟ طبقا لأحكام القانون الدولي، وإحنا جيش مصري جيش رشيد طبعا يعني طول عمر مصر عمرها ما اعتدت على أي دولة
ولكن الجيش المصري بيستخدم للدفاع عن أراضيه وحماية الأمن القومي المصري. وإحنا ثقتنا في جيشنا وفي شعبنا ثقة كبيرة جدا، والقيادة السياسية تدرك هذه الثقة، ويعني في حالة الاعتداء على أراضينا ومحاولة يعني تهجير الفلسطينيين، ويمكن الكلام ده يعني القيادة السياسية قالت إن ده أمر مرفوض، لأن ده هيؤدي إلى إن المقاومة هتنتقل من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي هينوب تبادل للعنف والقتال بين الفلسطينيين وبين إسرائيل. نحن نرفض، والشعب المصري يرفض، ويعني إن إحنا إن أرضينا تكون يعني طبعاً مسرح لهذا الكلام، ولكن يعني كل الدعم وكل ما يقدم للشعب الفلسطيني من جهود مخلصة، جهود إنسانية، مساعدات إنسانية، علاج جرحى، علاج، بحث مستقبل القضية الفلسطينية بكل المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت من أجل بحث مستقبل القضية الفلسطينية، لأن حل الدولتين هو الحل الأمثل بالزبط. يعني دولة. ويمكن سيادة اللواء يعني وزير الخارجية سامح شكري أعلن أن مصر صاغت مشروع قرار جديد من أجل طرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم في دخول المساعدات الإنسانية في قطاع إلى قطاع غزة. يمكن الهلال الأحمر المصري بيبذل جهود كبيرة جدا لدخول المساعدات وإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وأيضا مصر سمحت للمصابين والأطفال الخدج من الدخول إلى المستشفيات المصرية نتيجة لما يعانوه من نقص المواد الإغاثية والطبية، وأيضا توقف المستشفيات بشكل كامل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود. عايز أقول لحضرتك منذ بداية الأحداث والرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كلف المجتمع، منظمات المجتمع المدني، نعم، بتجهيز المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وفتح مطار العريش لاستقبال كافة المساعدات من كافة الدول لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني. ومصر حريصة كل الحرص على أن معبر رفح يكون مفتوح لإيصال هذه المساعدات إلى أشقائنا في فلسطين، واللي يعني العراقيل واللي بتقوم بيها إسرائيل في سبيل منع هذه المساعدات، ولكن مصر بتكون حريصة كل الحرص على إيصال هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وإحنا بنطالب المجتمع الدولي يقوم بواجباته تجاه هذه تحمل مسؤولياته في هذا الصدد. نعم، يعني المجتمع الدولي المفروض يقوم بمسؤولياته نحو إيقاف هذه المجازر وإيقاف جرائم الحرب التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني، لأن ده مخالف للقانون، القانون الدولي الإنساني، نعم، وكل يعني الاتفاقيات التي أبرمت ومنافي لكل الأعراف الدولية. نعم، سيادة اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. مشاهدينا، كانت هذه تغطيتنا على شاشة النيل الأخبار، والتي تستمر تغطيتها على مدار اليوم. بعد قليل نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار والفضائية المصرية. انتظرونا، إلى اللقاء.